أبويا كان دايما يقول لي اختاري الحرب أو الحروب اللي انت تدخلي تحاربيها، وكان دايما يقول لي لما تيجي ترفعي ايدك تنزلش على الفاضي. أهلا واضح، أنوشكا. فور فؤاد، واحنا مع امي بنعوم في عوامات صغيره، وبعدين مرسى مطروح ناخد مركب ونعدي شط، يعني كل ما يتعلق بالرمل والميه والبحر وصفاء والهدوء. ركبت التلفريك، تلفريك مفتوح. كنا في أرمينيا، انتي بتقعدي على كرسي، انتي كل حاجة مفتوحة تحت، منك وادي، منك للسماء، في وسط الجبال. عارفة، حسيت نفسي ان انا في الهواء. جدا لا احب احتفظ ده لنفسي، بس دمعتي قريبه للغايه. اي حاجه بتمس الحيوانات بتاثر عليا، ممكن حته مزيكا حزينه ادمع. لا، دمعتي قريبه جدا. ما غيرش حاجه خالص. لو عرفت أخلي أبويا وأمي معايا للنهاردة، لو في الإمكان، لو ربنا أذن لي بكده، كنت أعمل كده. يعني في حاجة أبويا قالها لي ما تتقلش خالص، كوني واحدة ست نازلة بشتغل، أو نازلة مجال، أو نازلة الشارع، بنلاقي ضغوطات كتير أو ضغوط كتير. فأبويا كان دايماً يقول لي هتقابلي حاجات كتيرة في حياتك هتضايقك، فما تقعديش بقى تجعجعي وتزعقي وتتخانقي على المليان، على الفاضي والمليان. اختاري الحرب أو الحروب اللي انت تدخلي تحاربيها. كتير. نابليون بونابرت مثلا، احمد رمزي، رشدي أباظة، محمود مرسي، كل يعني هقول لك مين ولا مين. شكرا. واضح.